السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 5 الوحدة الخامسة، هناخد منه الدرس الثاني لسن 2. تعالوا نشوف هيتكلم عن إيه. هيتكلم عن daily routines، يعني إيه؟ يعني العادات اليومية بتاعتنا. هنتكلم عن العادات اليومية إيه؟ بنصحى إمتى؟ بنروح المدرسة إمتى؟ بنفطر؟ بناكل؟ يلا بينا، بسم الرحمن الرحيم وبنستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا هنا بتعمل ايه؟ هنا gets up at 6:30. يبقى انا هنا gets up على بعضها يعني تستيقظ at 6:30. الساعة هنا كام؟ المؤشر الصغير على 6 والكبير على 6. قلنا لما الكبير يبقى على 6 معناها انها 30 دقيقة. طيب والصغير على 6 يعني الساعة 6:30، يبقى 6:30 36 دقيقة. اللي عايز يبقى الساعة سهلة بالنسبة له يرجع بسرعة للفيديو بتاع الدرس الأول ويشوف احنا شرحنا الساعة دي ازاي علشان يبقى سهلة بالنسبة له بعد كده. طب بنكمل مع بعض هنا برضو. She goes to school، بتذهب للمدرسة at 7:30. الساعة كام؟ 7:30. 7 صغير على 7 والكبير على 6. 6 دي لما يجي الكبير عليها معناها انها 30 دقيقة. خلاص؟ طب هنا she goes home، بتذهب للمنزل at 2 o'clock، الساعة 2 بالظبط. احنا قلنا لما يجي الصبع الكبير او العقرب الكبير على 12 يبقى معناها بالظبط. يبقى هنا ايه؟ لو على الصبع الصغير على 2 يبقى 2 بالظبط، على 3 يبقى 3 بالظبط، وهكذا. طيب هنا she eats lunch، بتتغدى، بتاكل الغدا بتاعها at 2:30، الساعة كام؟ 2:30. طب هنا she says good night، قالت ايه؟ مساء الخير او تصبح على خير to her grandfather، لجدها at 9 o'clock، الساعة كام؟ 9 بالظبط. اهو العقرب الصغير على 9 والكبير على الساعات والكبير على الدقايق 12 يعني بالظبط. ليه بالظبط؟ لان اكملت 60 دقيقة والساعة فيها 60 يعني اصبحت ساعة كاملة خلصت، والوقت الساعة 9 بالظبط. طب هنا she goes to sleep، خلاص بقى راحت في النوم at 9:30، في الساعة كام؟ 9:30. تعالوا هنا نشوف كده بيقول لي look، انظر، read، اقرأ، and say. we eat bread، بناكل الخبز at 6:30، الساعة كام؟ 6:30. طب هنا she eats lunch، بتاكل الغداء at 2:30، الساعة 2:30. تعالوا بقى نلاحظ، اتكلمنا هنا على افعال زي ما انتوا شفتوا كده، واحنا بنتكلم قلنا gets up، حطينا اس، goes to school اللي هي اساسا اصلها go to school، اللي هي اساسا اصلها go to، بس حطينا لها هنا اس، es بمعنى اصح. عندي هنا eats حطينا لها اس، عندي هنا says حطينا لها اللي هي say حطينا لها اس، عندي هنا جوز تاني حطنا لها اي اس. طب ليه ده؟ قال عشان انا عندي زمن اسمه the present simple tense، المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط من اسمه هو زمن بسيط، بيتكلم عن او بيعبر عن ايه؟ عادة بنعملها كل يوم، حقيقة بنشوفها كل يوم، شمس بتطلع من المشرق او بتغرب من المغرب او ساعة الغروب، كل دي حاجات حقائق. or repeated actions او احداث متكررة بتحصل على طول. ابسط حاجة عشان نفهم بيها المضارع البسيط هي اللي هنقولها الوقت مع بعض. اما اكون بتكلم عن نفسي بقول I، او اتكلم عن we نحن، انا واقفة في مجموعة وبتكلم عن المجموعة وانا واقفة معاهم فبقول we، او انا برا المجموعة وبقول عليهم زي هما، او اقول يو بمعنى انت او انتم. دي بتيجي بعدها الفعل في المصدر انفينيتيف، يعني في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ يعني مفهوش اس. I drink tea with milk at 7 o'clock، يبقى انا بشرب الشاي باللبن الساعة 7، تمام. طيب امال ايه اللي بيجي مع الاس؟ قلنا ان الفاعل المفرد بيحب الاس، لاما اقول اسم شخص مثلا علي او اقول هي، لاما اقول اسم بنت منى مثلا واقول شي هي، او اقول ات اللي هي مثلا ذا كات ذا دوج، اي حاجه غير عاقل
واجيب بعدها الفعل احط فيه اس زي ايه؟ she goes to school at 7:30. انتبه كل حاجة ان go ده فعل شاذ شوية لما بيتضاف جنب شي او هي او ات بيتضاف له اي وبعدين اس، بعكس الافعال التانية بنزود لها اس بس، زي هنا she eats زودنا الايت الفعل ايت اس. يبقى احنا بنقول ان ضمائر الفاعل المفرد او الاسم المفرد في زمن المضارع البسيط بيتحط مع الفعل هنا اس او اي اس. تمام. طيب تعالى نبدا نحل على الجزئيه دي. بيقول لي read اقرا and number ورقم the pictures الصور. هانا gets up at 6:30. شوفوا gets زودنا لها الاس عشان هنا هانا اللي هي بتساوي الضمير شي. at 6:30 ستة ونص، ندور فين ستة ونص؟ اهي يبقى دي نمبر 1. عندي she goes to school at 8:30 تمانية ونص، اهي نمبر 2. she goes نمبر الصورة بقى الكلام الجملة التالتة she goes home at 2 o'clock نمبر 3. activity 2 look انظر read اقرأ and complete واكمل. we eat بيعملوا ايه؟ بياكلوا يبقى eat. طب هنا we say good night نقول ايه؟ مساء الخير او تصبح على خير to our grandpa لجدنا at 9 o'clock الساعة 9. طب هنا she goes to sleep at 9:30. سؤال كوبي هاني goes to sleep at 9:30 ان هاني بيذهب للنوم الساعة 9:30. طب انا عايز اسأل عن الوقت، هسأل عن الوقت اقول ايه؟ what time. what time دي أداة الاستفهام بتاعتي. what time ما الوقت؟ is it. What time is it؟ طيب دي بقى ده السؤال. طيب الإجابة عليها أقول it is إنها تكون، وأقول الساعة it is وليكن هنا 7 o'clock a.m. a.m. دي يعني صباحا. طيب it is 7 o'clock p.m. مساء، 7 مساء بالليل يعني. تمام. طيب يبقى ما أجي أسأل عن الوقت بقول what time is it؟ الرد عليه لا، إما أقول it is وأقول الساعة بالظبط لو هي واقفة على 12، قلنا العقرب الكبير على 12 دي بتكون بالظبط، ونكتب الكلام ده عندنا أي بننطق الكلام اللي بيشير إلى العقرب الصغير. ده إيه؟ ده الوقت. لكن 12 بالظبط قلنا إيه؟ الدقايق يعني كملت ساعة، يبقى 5 بالظبط. طب لما يبقى على 6 الصبع أو العقرب الكبير ده معناها إن هو واقف على ونص، يبقى هي أشوف الساعة كام بالعقرب الصغير على 4 وواقف على 6 العقرب الكبير يبقى ونص 4:30. طب تعالوا نشوف نبدأ نحل على الدرس الثاني ككل. بيقول هنا look انظر read اقرأ and circle واعمل دايرة. هنا it's 1:30 واحدة ونص، هنا it's 11:30 11 ونص، it's 12 o'clock الساعة 12 بالظبط. طب هنا بيقول لي what time is it الساعة كام؟ هنقول هنا it's 2، طبعا هو ايه كاتب 2 فمش هنحتاج نكتبها تاني. it's 2:30 it's هنا 10 o'clock الساعة هنا كانت 10 بالظبط. what time is it دي الكوبي اللي هنكتبها، هنكتب what time is it. بنحل الاكتيفيتيز اللي على الدرس الثاني. بيقول لي listen and complete اسمع واكمل، هتسمعوني وتكتبوا وبعدين هوريكم. what time كلمة time، what time is it كلمة time اللي هنكتبها it's 5:30 it's 5:30. تعالوا نشوف كده يبقى what time is it it's 5:30. activity 2 look انظر read اقرأ and match ووصل. عندي هنا it's 12 o'clock وهنا it's 6:30 ستة ونص، واخر حاجة it's 4 o'clock. activity 3 read and draw the times هنرسم الوقت. هنا بيقولي it's 1 o'clock الساعة واحدة، يبقى بدل قال واحدة بالظبط يبقى الصبع الكبير او العقرب الكبير على 12 وهو جايب لي الساعة كام؟ واحدة، يبقى على واحد. طب هنا it's 3:30 قلنا خلاص 30 دي يعني ونص، يعني العقرب الكبير على 6، قال لي بقى هنا ايه 3 يبقى 3. طب هنا it's 6 o'clock 6 بالظبط، يبقى اعمل ايه؟ العقرب الصغير على 6 والكبير على 12. activity 4 بيقول فيها what when do you get up امتى بتصحى؟ هنقول هنا I get up at 7 o'clock I get up at 6:30 هنا كانت 7 بالظبط لكن هنا 6:30. activity 5 بيقول لي look انظر and write واكتب 3 sentences ثلاث جمل about your daily routine. جايب لي الصور وعايز نكتب ايه؟ ثلاث صور عن الروتين بتاعنا. ممكن نكتب اي حاجه جمله سهله انتوا عايزينها من خلال الصور دي، بالظبط زي ما كانت هنا في بدايه الدرس بتاعنا النهارده اتكلمت عن نفسها. نكتبهم باذن الله.
هنا it's 4:30، ده الكوبي بتاعنا هنقول it's 4:30 الساعة 4:30. خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا، دمتم في أمان الله.